باك سكوات او سكوات خلفي. تمام، اول حاجه احط الحامل على مسافه كتفي بالظبط، بحيث لما اجي انزل تحت البار يبقى ما يبقاش ولا هو طويل ولا هو قصير، ارفع على طول البتاعه دي. معرفش ايه اللي جابها هنا، ما عليه. بعد كده احط البار على الحامل. تمام، بعد كده اقيس الامان بتاعي. ازاي اقيسه؟ بنزل عده من العدات الطبيعيه بتاعتي، بعد كده اشوف اخري فين واقوم حاططها جنبها بالظبط. تمام، بسم الله، هيطلعها اهو. ها، الله ينور. تمام كده، تمام ماشي. بعد كده انزل تحت البار واحط البار على الترباس بالظبط، يعني ابعده عن الفقرات او العنقيه، بعيد عن الرقبه يعني. تمام، دوت البار العادي، في لو بار اللي انا لما بحطه على كتف خلفي بس مش محتاجينه دلوقتي. تمام، بعد كده بقف وقفه باتساع الحوض او اوسع شويه، ومشت رجلي باصص لبره شويه، وانزل لغايه 90 او اكتر على حسب امكانيه مفاصلك واطاله العضلات عندك. تمام كفايه، تمام. بعد كده انزل واطلع واتحكم في الاداء بتاعي من غير ما ميل لقدام ولا ارفع كعب رجلي، اهم حاجه كعب رجلي ما يتشالش مع الارض. نظره تانية من ورا، اشيل البار على الترباس، بعد كده ارجع خطوه او نص خطوه، بعد كده اخد مسافتي اللي هي بتساع الحوض او اوسع سنه صغيره، وافتح مشط رجلي وانزل لغايه 90 او تحت سنه صغيره حسب مقدرتك ومستواك في التمرين. بعد كده اطلع اقف خالص واشد التوته فوق كويس علشان العضلات كلها تشتغل وتحمي اسفل ظهرك. تمام، بس استنى هيخلص دلوقتي، نشوف بعض الاخطاء. بعض الاخطاء اللي بتحصل، الناس بقى ايه، ايوه الناس اللي هي بتنزل ظهرها مفروض قوي خالص، بيبقى واقف خالص، او الناس اللي بتمير قوي لقدام بظهرها. تمام، بعد كده الناس اللي هي بترفع مشط رجلها، دي مشكله تانية ممكن تعملك مشكله في الركبه والانكل بتاع رجلها. في ايه تاني مشاكل؟ التقوس اللي بيحصل اسفل الظهر ده برضو يعمل لك مشكله كبيره جدا في اسفل الظهر. لازم انزل مفروض، ظهري مفروض، كل حاجه من ورا مستقيمه، ورجلي بتكون باتساع الحوض او اوسع شويه، وركبي بتطلع باتجاه مشط رجلي بالظبط. لو انا فاتح سنه صغيره بتطلع قدام، لو هو لقدام بتطلع باتجاهها برضو، ما بتطلعش اوسع او اضيق. تمام، بس